خلصنا اخبارنا الحصريه، خلينا نروح بسرعه للعالمين نعرف ايه الاخبار هناك. معانا مراسلنا محمد سعيد من هناك، خلينا نتكلم معاه عن اخر واهم الاستعدادات والفعاليات. ازيك يا محمد؟ مساء الخير عليك يا سهام، طبعا ازيك وازاي كل مشاهدي الكلاسيكو على دي ام سي. احنا موجودين دلوقتي في نورث سكوير. نعم، احنا موجودين في نورث سكوير في مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة المهرجان بيشهد عدد كبير جدا من الانشطة الرياضية اللي كانت موجودة من بداية المهرجان وحتى اللحظة اللي احنا موجودين فيها، وطبعا بالتأكيد لحد اليوم الختامي للمهرجان، مهرجان العالمين في نسخته الاولى. الحقيقة النهاردة كانت اليوم الختامي وتوزيع الجوائز واخر المنافسات في بطولة ليستري او رياضة الثلاثي الحديث او التريليستيون. الحقيقة هذه الرياضة لعدد كبير من المشجعين للكورة في مصر الحقيقه ما بيبقوش عارفين الرياضه دي، هي رياضه ثلاثيه عباره عن ركوب درجات وجري وسباحه، بتبتدي بالسباحه وركوب الدرجات وبتنتهي بالجري، والثلاث العاب دول موجودين في الاولمبياد. وبالتاكيد النهارده كانت المنافسات كانت مستمره على مدار ثلاث ايام الماضيه، والنهارده كان الختام وتم توزيع الجوائز على الفائزين، وكان في مشاركين من دول مختلفه سواء من مصر او من دول عربيه واجنبيه. الحقيقه كانت منافسه مهمه جدا ولاقت استحسان عدد كبير جدا من الجمهور اللي كان متابع للرياضه دي هنا في العالمين. ايضا كمان بدايه من يوم 15/8 هتستمر الفعاليات الرياضيه في مهرجان العالمين الجديده، وهيكون في مسابقات خاصه بلعبه الجودو والجيت سكي، هيكونوا موجودين هنا خلال يوم 15 و16 و17 اغسطس الجاري، هيكونوا موجودين هذه المنافسات. حقيقه كمان جيت سكي من الالعاب المهمه جدا في الساحل الشمالي وتحديدا في العالمين، وليها متابعين وهواه كتير فعلا في اللعبه دي. ايضا كمان هتختتم بقى المنافسات الرياضيه خلال مهرجان العالمين بالالعاب خلال يوم 23 و24 واليوم الختامي في 26 في العاب الفولي بول او الكره الطائره الشاطئيه. هيكون في منافسه عالميه ان شاء الله هتبتدي يوم 23، كمان هيكون في مسابقه للجري على الرمال زي ماراثون كده ولكن على الرمال على شاطئ الساحل الشمالي. يمكن دي ابرز الالعاب الرياضيه والمنافسات الرياضيه اللي مستمره، ما زالت مستمره حتى يوم الختام، والنهارده انتهى زي ما احنا ذكرنا في البدايه لعبه الثلاثي الحديث. أنا بشكرك أوي يا محمد، بشكرك شكرا جزيلا. محمد سعيد مراسلنا من العالمين كان بيتابع أهم الفعاليات والأخبار اللي بتحصل هناك طبعا في العالمين الجديدة.